أستاذ محسن، دلوقتي فقرة الفوتوشوب، هنحط حضرتك في بعض المواقف وحضرتك يمكن تكون مش فيها أو يمكن تكون فيها، الله أعلم. هنعرض صورة ونتكلم عليها. اتفضلي اسمح لي اتفضلي. نبص على الصورة الأولى. ده بوستر فيلم اسكندرية كمان وكمان. أيوه. في حد قام بشخصية حضرتك في الفيلم ده؟ اسكندرية كمان وكمان. تهيألي شفته؟ عمرو عبد الجليل. عمرو عبد الجليل. شفت الفيلم؟ شفته اكيد. عجبك؟ بصي، اعمال يوسف شاهين ليها طابع خاص، فشفته طبعا. طب بيعتبر عمرو هنا بتتفق معاها في ايه وبتختلف معاها في ايه؟ يعني هو ده وجهة نظر يوسف شاهين فيا، الله اعلم يعني، بس انا شايف ان مش انا ده. اتفقت معاه في ايه وقلت عنده حق، واتضايقت منه في ايه وقلت لا ملوش حق؟ ولا حاجه فيهم حق، هو شاف ده من وجهة نظره من الناحية الفنية، لكن هو مش ده محسن. بس الفيلم ضايقك؟ مضايقك في حاجة أنت مش عايز تقولها؟ أصله ما بيمسنيش. أنت ما حسيتش إن هو بيعكس شخصيتك؟ لا لا خالص. ما حسيتش؟ ولا بيمسك؟ لا خالص. طيب نبص على الصورة اللي بعدها. اتفضلي. أيوة. حضرتك مع الشيخ محمد حسان. كويس. أول برنامج عملته. عملت معاه برنامج مظبوط. أول برنامج عملته. قناة المحور. وكنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا. انا ما بحبش الاعمال الدينيه اللي بتسكن. اللي بتسكن بتسكن يعني ايه؟ يعني تخليكي مش متعلمه. بتشوفه لحد دلوقتي يا فندم؟ بتشوفه؟ لا انا مش من رواده، يعني انا مش من رواد اي شيخ على فكره. يعني حضرتك عملت معاه برنامج وانت مش من رواده؟ لا خالص. يعني علاقتك بيه انتهت بعد البرنامج؟ بالظبط كده. كل واحد ولا اعرفه قبل ولا استمرت معاه، يعني شغل، مجرد شغل بس. الصوره اللي بعدها.